المنتدى العالمي حول الديمقراطية المباشرة لتنظمها نظمها جماعة كرتاج والاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع منظمات دولية اللي هي ديمقراسي انترناسيونال ايديا سويس انفو. دونك هل المنتدى هذا هي معناها باش يقع في تحتضن جماعة كرتاج في المعهد الوطني للعلوم الفلاحية، وهي هو في دورته الخامسة جرات أربع دورات، الدورة الأولى في سويسرا، الدورة الثانية في كوريا، ثم أمريكا والأوروغواي. الرؤساء تاع المنتدى هما مسيو برونو كوفمان الصحفي يعمل في منظمة ديمقراسي انترناسيونال سويدوا اي سويس ناسيوناليتي، جو ماتيو من كاليفورنيا امريكي جنسية كيف كيف صحفي رئيس تحرير جورنال زاكالو. هما هذو هما الرؤساء، والدورة هذه مسؤولين على التنظيم هو جامعة كرتاج والاتحاد العام التونسي للشغل. الديمقراطية الحديثة المباشرة والموضوع نتاع الدورة هذه في تونس هو اللامركزية عن طريق المشاركة. تونس تمر بمرحلة تاريخية، نجاح تاع مسار ديمقراطي اللي عجب وجلب الانتباه نتاع الناس الكل، وبالاخص الاكاديميين اللي يعملوا في الشان السياسي. هذا المنتدى العالمي حول الديمقراطيه الحديثه والمباشره ياتي في وقته بالضبط، باعتبار ان تونس تقريبا بعد اربع سنوات من الثوره التي جاءت من اجل الحريه ومن اجل الديمقراطية ومن أجل العدالة الاجتماعية والكرامة، شهدت مرحلة متاع انتقال صعبة وصعبة جدا، وأثمرت في نهاية المطاف نتائج لا بأس بها. أول مرة باش يوقع تنظيم في بلد افريقي بدل عربي، فيها من 33 دوله المشاركين ومن دون الاعلام الالكتروني وورشة حول الاعلام الالكتروني ودوره في عمليه الديمقراطيه. فما ورشات حول دور المراه، دور الشباب، حول مفهوم المواطنه، وفما ورشات حول الحقوق الاقتصاديه، فما ورشه اخرى باش تكون حول الاسلام والديمقراطيه اللي باش تكون زاده ايضا فيها المنتدى، وثم ورشه باش تمتد على نهارين حول التجربه التونسيه وما هي الاستخلاصات اللي يمكن استنتاجها من التجربه التونسيه، وعلاش نجحت التجربه الانتقال الديمقراطي في تونس وما نجحتش في باقي الدول الربيع العربي. باش نعملوا التجربه تاع ديمقراطيه مباشره، يبعثوا بار اس ام اس على رقم 85 185، ومن بعد دي دي كيما دايركت ديموكراسي ديريكت، وتحطوا اقتراحات تاع قوانين تأصيل الممارسة الديمقراطية في تونس. ونحن نعتقد على الأقل كاتحاد عام تونسي للشغل، ومن خلال اقتراحاتنا اللي قدمناها في مشروع الدستور الذي عرض معناها على كل القوى السياسية والمدنية، والذي والحمد لله كان النسخة الذي أفرزها المجلس الوطني التأسيسي في 26 جانفي 2014 دستور اللي عنده معناها المام بهذه الهواجس في علاقة بتوسيع قاعدة المشاركة، في علاقة بتحويل معناها المركزية المشطة في صياغة القرار سواء كان على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي إلى تفكيكها وإحالتها إلى أكبر قدر ممكن من إلى الجهويات وإلى المحليات وإلى القطاعات أيضا، معناها لأننا من أولئك الذين يؤمنون بأن لا مستقبل للديمقراطية
الديمقراطية في ظل الفقر، لأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان. احنا قلنا بوضوح وباختصار شديد، الديمقراطية هو الخيار الأنسب لصياغة الشعوب حياتها بشكل معناه يمكنها من أن تكون سيدة نفسها، ولكن هذا الاختيار أو هذا الشكل السياسي في إدارة شأننا اليومي ما لم يرافقه قدر كبير من إصلاحات في علاقة بالمنوال الاقتصادي الليبرالي المتوحش الذي أفضى إلى فظاعات ومعناها أثمر معناها فهمتني اختلالات بين الأفراد والفئات والجهات، إن لم نتوصل إلى إعادة صياغته بشكل توافق بما يقرب معناها تطلعات وآمال المتسعة للشباب المعطل على العمل وللجهات المفقرة معناها أنت في مشاركة في مشاركتها في صياغة منوال تنموي جديد يعيد الاعتبار لها، فأن كل ما بيناه في الجانب الانتقال الديمقراطي يبقى متهدد في أي لحظة بانتكاسات قد تأتي على التجربة برمتها، وهذا ما لا نأمله. ولهذا السبب كان الاتحاد العام التونسي للشغل سباق في إبراز الأبعاد الاجتماعية، والأخ الأمين العام منذ مدة عمل تصريح اللي قال إنه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية اتساع رقعة الفقر، اتساع معناها المديونية، اتساع معناها البطالة، تفاقم التطلعات الشبابية والجهوية، ولكن ما فماش إلى الآن ما يفيد وأننا سلكنا الطريق نحو معناها معالجة الأشياء هذه. أرى هذا قد يهدد بثورة اجتماعية ثانية، والثورة الاجتماعية الثانية هذه يمكن أن تكون معناها مدمرة وقد لا ترحم الجميع.